ها جوي التسويق ترى صدق والله عندي اسلوب تسويق. طيب الحين في جميع الالوان اعلن عن السبعه بنشوف لم تصدر في الاسواق بتات البت وش تقول جوي التسويق. طيب سوق الحين الاصدريه اللي لابسها شو اسمه السبحه عشان يشوفونك. اصدريه يلا اصدريه بذب كذا ما عذب عاد خذ راحتك تقول لنا معلن معلن قول جد تمسح الحين دقيقه وليد بيشتريها يلا وليد. السلام عليكم انا داخل المحل. السلام عليكم شلونكم؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ عندك ازديريه قلت تمساح؟ نعم اسمعني عندك ازديريه قلت تمساح موجود مغطسه بستاشيو. لا مغطسه بتمساح بكبره بعد. ها يلا ما تبي تسوي الصناعه اللي بيشوف التسويق الصناعه ثقه فانتاستيك ثقه وما جاك الرغي عندي الدوله الخياطه ايطاليا ايطاليا ما فيها تماسيح ايطاليا يا ولد خلها تمشي انا بقى تمساح من جنوب افريقيا خلاص تمساح من جنوب افريقيا لا بد بنجيب لك واحده عندنا من جنوب افريقيا متى يوصل؟ متى يوصل؟ مره على سبيل المثال تسمح لي وله قطع الواردك مثلا تقول الجاكيت صديري طال عمرك صديري خياطته صناعه ايطاليه خياطته دبل خياطه صديري يسولف اجحدها يقول خياطه يعني وليد بكره التوالد يدفي لونه جميل يسولف يسولف مشيها لك سلام عليك حبيبي انا والله تبي تشتري يا ولد ولا عرضكم ما عجبني لا تسويقكم ما عجبني لا تسويق معنا اشوف ان وليد راحت كلاسنا الوحيدون ولكننا الافضل سوق القهوه اللي معك القهوه هذه اول شيء انها تمخمخ بالماء ثاني شيء انها منتج المملكه العربيه السعوديه وتزرع في جنوب السعوديه تحديدا في جيزان في طلان في جبال العارضه في فيفا في داير بني مالك امس كان معنا عيال هنا اللي هو الفيفي تكلم عن صناعه البن هو اساسا يزرع ويصنع ويقول انا بسوي له ان شاء الله في بدا البرنامج وانا انصحكم لدرجه ان الدول المتقدمه والدول اللي برا ياخذون قهوه احنا يزودون حمستها ويسوونها سبانيش لاتي لا في 60 سوينا في 60 سوق طب دقيقه سوق للشاهي اللي معك بروتوار